السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حبيت نشارككم التجربة في ألمانيا، نشوفوا علاش السيدة ميركل ما دارتش حظر التجوال، لأنه واثقة من الشعب تاعها، شعب متربي يعني راح يلتزم بالأشياء اللي قالتها بلا حظر للتجوال. على هذا الشيء حبيت نحط دوكا نفيكسي الكاميرا في المدخل تاع المترو اللي في برلين، ونشوفوا في هذه المدة، نديروا أطول مدة ممكن ساعة ولا ساعتين، نشوفوا كم شخص راهو يمشي في الشارع، والناس كيفاش راهي تتعامل، لا تحكي مع بعضها وتترك مسافة كيما حكات متر ونص، ولا واش اللي صرا. اوكي، نتحداكم نحطوا مدة طويلة ونشوف واش يصير. ها كان سي انفيكسي مليح على الباب، مدخل تاع الباب، باب المترو. هكذا او شيء دوك المدخل نشوفه، لخاطش المدخل تاع المترو هذا المترو هذا مال فيو، لازم كي تهبط فيه الغاشي يكون الغاشي. نشوف اليوم نخليه ونشوفه واش يصرى. هي جات القطة، حط حاجة تحت التليفون باش يتبت خير. هاكا خير، ونشوفو دوكا شحال من واحد يدخل لهاد الباب تاع الميترو. هاكايا نخليو المدة نديروها طويلة باش ما تقولوش اوه غير في هاد 10 دقائق. اوكي، مينيموم نديرو ساعة ونص زوج.
sagtest du vorhin, dass du irgendetwas Verstecktes gefunden hast? دوك مرة تقريب دقيقتين راك تشوفوا هاد زوج الرجال كيفاش كانوا بعاد على بعضهم وكيفاش سلموا.
ترجمة
ترجمة
Thank you.
Und es hat gesagt, er hat gesehen und er wird von den Müttern رجعت لكم بعد مرور ساعة بعد ما شفتوا بأم عينيكم إنه الشعب يعني التزم الإجراءات التي تفضلت بها السيدة ميركل. يعني على هذه ما شفت باللي ماشي بحق الشعبها، ماشي محتاج
حضر التجول. أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.